السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو ده فيديو مهم جدا، أتمنى تشاركوا الفيديو ده لكل أصدقائكم، لكل واحد تعرفوه. الفيديو ده مهم جدا، ممكن بمشاركتك دي تنقذ حياة أي واحد بسبب اللي أنا هقوله في الفيديو ده. ياريت تركزوا في الكلام اللي جاي، لأن الفيديو ده في ناس ما قدراش تطلع وتتكلم عن الفيديو ده. أنا هتكلم النهاردة على موضوع البطيخ المهرمن. البطيخ اللي هو بيتعامل مع منظمات نمو وهرمونات طبعا ديانة متهربة. البطيخ ده اللي بيظهر في شهر 6 و7 و8، دلوقتي البطيخ ظهر لنا في شهر 3 و4. البطيخ اللي بسببه حدوث النزلات المعوية والالتهابات والأمراض دي، مقدمات للأمراض أو لا أعوذ بالله اللي هي السرطانية. وكمان مش البطيخ بس، كمان اللي هو الخوخ. الخوخ اللي هو ظهر، اللي هو بسببه ظهور حالات تسمم. الدكاترة بيكلمني بيرسلنا على الصفحة بيقول لي ايه حكاية البطيخ والخوخ، حالات تسمم الايام دي كتيرة جدا بسبب اللي هو الخوخ والبطيخ. الخوخ يا بشوات بترش ببودرة تسمى بودرة العفريت او بودرة التلوين، اللي هي محرمة دوليا اصلا، اللي هي بسببها اتمنع الخوخ من التصدير في الدول الاوروبية. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، لو لاحظنا هنا نلاقي ان التلوين تمام وكويس والحجم كبير، وتفتح من جوه تلاقي ان الخوخ كله اخضر من جوه، وتلاقي كمان طعم مر جدا بسبب اللي هو التحجيم الغير طبيعي ورش الهرمونات عليه والبودره بحيث تعطي اللون ويبدا ياخده المستهلك على انه سليم. طبعا الحاجة الغريبة ان طول العمر عارفين ان بذرة الخوخ من اصعب وانشف البذور، هي صعبة الكسر. دلوقتي بقت في بعض الاحيان تفتح الخوخ تتقسم البذرة نصين معاك، البذرة تتقسم نصين بسبب ان البذرة ما نضجتش، البذرة لسه كانت في مرحلة عقد وضاف عليها وبدأ التحجيم ده. نلاقي ان هنا التلوين تمام كله، ونلاقي اخضر وطعمه مر جدا. طبعا الحاجة التانية اللي حابب اتكلم عليها موضوع اللي هو البطيخ. البطيخ طبعا يظهر مهندس زراعي، بعض الاخوة طبعا هم منعدمي الضمير يقولنا البطيخ سليم وتمام. انتوا عايزينه من رأيكم يقول ان البطيخ مهرمن وهو ذات نفسه بيشرف على مزارع 100 فدان و500 فدان وكمان بيقدم الهرمونات دي؟ طبعا ما نقدرش ننكر ان في بعض اصحاب المزارع اللي هم محترمين بمعنى الكلمة، اللي هم بيرعوا ربنا صراحة في الحاجة دي، اللي هم ما بيرشوش المواد دي. طبعا المواد دي مسرطنة وهرمونات دي متهربة. طبعا يطلع اول حاجة هيكذبوا الكلام كله اللي انا في الفيديو ده، مش هتلاقي حد يصدق، لان دلوقتي ما فيش حد خايف على مصلحة الناس، دلوقتي كل همه مصالحه الشخصية بس. يطلع واحد يقول لك الهرمونات دي يا باشا، الهرمونات دي انت عارف الهرمون بكام عشان يحطوه؟ اقول لك يا باشا الهرمونات دي عشان تبقى عارف، الهرمونات دي محرمة دوليا، الهرمونات دي مخزنة، يبدأوا يبعتوها وتهرب لطبعا الناس منعدمي الضمير هم تقبل او بتسمح بتسمح ان هي تقدم الحاجات دي. ياريت يكون في رقابة على المبيدات، ياريت يتفعل دور المهندس في الاشراف، ياريت فعلا هو موجود بعض المهندسين المحترمين اللي هم فعلا على راسي، بس قلة قليلة بيتحاربوا. طبعا محدش بيقدر يقول او يتكلم في كلمة حق، لانه طبعا بيهاجموه وبيصل هو الحاجات ابعد من كده. كمان البطيخ الايام دي رجاء البطيخ الايام دي مهرمن. البطيخ دلوقتي بشاير مزروع ومعطي بهرمونات، كمان الخوخ اللي هو مسبب حالات تسمم. اتمنى تنشروا الفيديو ده على اوسع نطاق، اتمنى كل واحد عنده حد خايف عليه يسمع الفيديو ده، رجاء. طب انت قلت لنا كذا، انت مثلا قلت لنا الكلام ده، انا مثلا دلوقتي ايه الحل؟ الحل يا سيدي انك انت تمتنع عن اكل البطيخ والخوخ الايام دي، اصبر شهر او شهرين لغاية ما تخف البشاير ويبدأ اللي هو النضج الطبيعي. حتى لو ترشت حدات هتكون برضو مرشوش حدات خفيفة لا تذكر بالنسبة للبلاوي السودة اللي مرشوش. البطيخ ده مرشوش هرمونات وكمان كمويات لا حصر لها. تخيل انت مزروع تحت الصوبة وبيعطوا فيه الهرمونات ومنظمات النمو عشان يطلعوه لك بدري، وعشان حضرتك تاكل حالات التسمم اللي ظهرت دي خير دليل. انا ما قلتش امتنعوا خالص، انا بقول اصبروا
تأكل كل حاجة في ميعادها، أي حاجة بتظهر في وقت مبكر ذات يعني أتمنى أنكم ما تأكلوهاش أو تشتروها. الحاجة كلوها في ميعادها الطبيعي. أغلب الدول الأوروبية بدأت تمنع الاستيراد بسبب الحاجات دي، بسبب الهرمونات اللي هي بتضاف. طبعا في بعض الأحيان الخداع اللي بيحصل يعملوا إيه؟ يبدأوا ينشروا فيديوهات أو ينشروا صور إن البطيخ اللي زي ده، الكلام ده من قبل اللي هم المزارعين والناس اللي عايزة تروج للحاجة دي، بينشروا صور وفيديوهات انتشرت على الفيس بوك ومواقع التواصل بأن الخطوط دي معناها مهرمن. فطبعا بيطلعوا المهندسين اللي هم الطيبين اللي مش عارفين مثلا ايه سبب الفكرة دي. طبعا الحاجة دي مش مهرمن ولا حاجة، الحاجة دي بسبب مثلا نقص عناصر، فيبدأ يقول ان الحاجة دي نقص عناصر وكمان ان البطيخ كويس والبطيخ تمام ما فيهوش اي حاجة. بس هم اضافوا الحته دي عشان يخدعوا بيها، بحيث يخلوا المهندسين يتكلموا ان الحاجه دي ما فيهاش ضرر او الخطوط دي ما فيهاش ضرر، بحيث ان هم بعد كده يبقى خلاص عرفوا ان اللي يلاقي بطيخ زي كده ما فيهش ضرر. بس الهدف الرئيسي ان البطيخ مضاف عليه هرمونات ومضاف عليه منظمات نمو، بس هم اضافوا الحته دي ان وجود تشققات ووجود ما عارفش ايه هو ده سبب هرمونات اللي بتكون في البطيخ. طبعا المهندسين يطلعوا يقولوا لا ده نقص عناصر برون كالسيوم الحاجات دي، حاجات البوتاسيوم التحجيم كذا كذا ما فيهوش اي مشاكل. لكن احنا بنتكلم عن الهرمونات اللي بتضاف له مش عشان الشقوق، الشقوق غالبا بتكون نقص فعلا عناصر، وده اللي الحاجة اللي هي بيطلع يتكلم عليها المهندسين ويقول ده نقص عناصر ما فيش اي حاجة. لكن المشكلة اللي هم اسكية بينشروا الحاجة دي عشان يضاروا عليها او تكون حاجة تاني مخبينها، وهم ايه يضاروا على الهرمونات اللي بيضفوها عليه بحيث محدش يقول ان البطيخ مثلا فيه هرمونات، ان البطيخ مضر، ان كذا. الفيديو ده ممكن ينقذ اي واحد سواء طفل سواء انسان انت ما تعرفهش او تعرفه. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.